السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة شير وصفة في الخير. هل هناك شخص يذهب إلى السحرة والمشعوذين ليؤذيك بالسحر بالرغم أنك قد تكون قد أكرمته وأحسنت إليه وأنك لم تؤذيه؟ إليك الحل سريعا والرد على هؤلاء وتأديبهم بآية واحدة من كلام الله ربي رب العالمين. كيف ترد السحر على هذا الساحر وترجع إليه شياطينه لتنتقم منه؟ أولا، توجه بقلبك إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى وبقلب خاشع قل وادعو: اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وأركن إلى حولك وقوتك. اللهم يا حي يا قيوم، أنت حسبي ونعم الوكيل. اللهم إني أسألك بقدرتك أن تحكم قوانين آياتك على من سحر لي وطغى وبغى علي، يا قوي يا عزيز يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. هذه الآية كررها كثيرا وسترى عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الحكم العدل. وبقدرة الله ونصحت بها كثيرا ستدعو لي بفضل الله عز وجل. اللهم أعنا على أهل الكفر والشرك والضلال ومن خلطوا دينهم، والله المستعان به. انشرها واشترك في القناة لعلك تكون سبب من أسباب فرج الله. السلام عليكم ورحمة الله.